هل في خلافات خفية مكتومة بين موسكو والقاهرة؟ أود أن أؤكد بأنه لا يوجد أي اختلاف لا سياسي ولا اقتصادي. وفي مقدمة كلامكم أيضا سيد عمر تكلمت عن العلاقات المميزة ما بين مصر وروسيا. نحن نقول بأن المسارين السياسي والاقتصادي سيبقون في نفس الوتيرة، وفي ديسمبر قريبا سيكون هنالك اجتماع للجنة الحكومية المصرية الروسية المشتركة التي ستدرس إمكانية تسريع موضوع إقامة المنطقة الصناعية في مصر، وكما تذكر فيها عدد كبير من تنمية وإقامة الصناعات بما فيها الثقيلة، صناعة السيارات والطائرات في مصر. طبعا إيقاف عملية الرحلات الجوية ستؤثر على الاقتصاد، حركة رجال الأعمال، حركة السياح، حركة التبادل التجاري البسيط اللي يمكن نتكلم عن صغار الكسبة. ولكن نحن نوجه رسالة للسلطات المصرية وللشعب المصري بأن هذه الإجراءات والخطوات تمت من مبدأ مكره أخاك لا بطل، يعني اضطرت الحكومة الروسية أيضا لتطمين الشعب المواطن الروسي بأن الحكومة الروسية تسهر على أمنه، وهذه الإجراءات هي إجراءات مؤقتة زمنية، وعندما تستتب الأمور وعندما يصبح هنالك أمنا كاملا في مطارات مصر، على فكرة ما تطلبه روسيا هو حاجة مصر، يعني الشعب المصري والقيادة المصرية هي أيضا يجب أن تهتم أكثر من غيرها وأكثر من روسيا بأمن المطارات، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة، مرحلة الحرب على الإرهاب الدولي، ليس فقط مصر، روسيا أيضا أعلنت الحرب على الإرهاب، وأمريكا والدول الغربية.